ايه رايك في الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يا دي بنت بنود؟ هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال يا مين؟ الحكومه. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام طلع النبي؟ هي صوره ما قلنا لك. كلمه البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعه. يلا يابا 15. حلو يلا بخساره. يلا بخساره زي بعض. انت الحل معايا يا جدع. خلاص بقى. ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركه. اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. يبقى منسج هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم اتنين. اتنين. اتنين حلوة يا حاج خلاص. وايه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح. أنا ما أحلف يا أخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص. أدي باك أهو كمان. كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحجاع ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع ابو السيد ابن الحجاع علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. اه القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي. بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا اشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. لا مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوه. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. خوليو انت. انا خوليو. اصحى. مين؟ كوتش. مرحبا كوتش. ايه العالم دي كلها؟ مؤاخذه يا كوتش، اصل وانت في السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامة. وماله؟ ما هي تصبيلة برضه. ولا اسفلجي ولا يا جدع انت. خليها له مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي بكش ابني ده احسن. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم. ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة. ماشي. شيل منابع يلا. العينيا. دول ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى.
اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. اقف طابور، اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه اللي بعد. العظيم اللي مش حق ازاي؟ خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحة شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ قرب يالا انت وهو. اسمك يالا؟ بركات. حسن الناس ولا سعاده البيت؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاسود؟ ده هو سعاده البيت. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. هو صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح يا بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له يا بركات. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه اسكت. لا يا باشا انا الكوتش. في الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما تنفع يا انا اول مره اشوف. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حقي بيضيع قدام عيني واقف اتفرج. انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق.
وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين وانا متراقب عليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه انت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر مواقف عربيه مسروقه؟ ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي. ودين الابخار علي. طبعا نبقى يا طبعا نبقى. لا اله الا الله. وبالك انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. لا ده ايه شيال تعبان ده حرام كتير تحكوا عليه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهور اخد طعبي. يلا تعيش يا باشا. هتعمل ايه؟ سيبتك خلاص على وش المصايب ده. انت اتحطيت في نافوخه جد؟ وانا عاد فيها نافوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السنه متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. تروحوا له لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعوهم بره. ايه شغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه مالهاش دوسيه. سقطت ايده يا باشا ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت لك عندي 700 جنيه ادي باكو وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه انطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك. طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المقطم. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه كل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي.
أرجوك. آه يا أولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حد الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خليه. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليه. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عيني حالا نجيب الساعه. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20% ولو زودت هيبقوا 25%؟ مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. قليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبحلي لك بقك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلي بعبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه. ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركينا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا دكتور ميكانيك. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاري اكلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربيه. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي اخدوهم دول؟ فرده؟ يعني ليه؟ انا دافع حاجه من جيبي 100 من المزارع و100 من المعلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع له. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. Thank you.
مصر. قرب قبل ما يخلص يا فندية. يلا ثلاثة ونص. ثلاثة ونص الواحدة. يا بلاش ثلاثة ونص الواحدة. هدي 100 حباية. ثواني. عمل لي رجالة ما تفرغ نقلة بتاع العربية. أجيب تمن نقل مع البلاش. قرب يا بلاش الواحدة ثلاثة ونص. هدي 100 حباية. قرب. يلا الواحدة ثلاثة ونص. 100 حباية يا بلاش. قرب معلمين. الواحدة ثلاثة ونص. 100 حباية. وادي 200 حباية. الواحدة على ثلاثة ونص يا بلاش. ده كده كتير يا قلطه. والله انا عبد المأمور عندكم صاحب المال فاهموا معاه. اه حاجه بالعقل. لما تقع علينا البطيخه بثلاثه جنيه ونص هنبيعها للزبون بكام؟ ان شاء الله بمية. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه. لسبوبه تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذه اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي. قلطه. نعم يا معلمي. شيل اليافطه دي قلطه وحط يافطه غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟ الحبايه باربعه جنيه بالصلاه على النبي. ومشي المال. أربعة جنيه أربعة جنيه. بقول لك إيه؟ إيه؟ حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. أربعة جنيه أربعة جنيه. يلا بينا. أربعة جنيه ده نصيبك يا بطة. وده نصيبك يا زوكة. وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغل حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما زوك. بتفهم في الطب. ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعلي جرجير وكرات. ما كفتش لما ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاسيه بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمي في ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي. انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاسي. خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج اصلهم مشركاتي وعشمانين فيك. ومالهم؟ بعد الغد نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين. واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي. مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاته جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا شخلي لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله. ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال معكش ولعه؟
معايا. خوليو لو بطيخة راحت فدا على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش، حاضر. العمدة والغفر ويتكلم المركز. هجيب لهم الحكومة كلها. تبنى يا بلدينا. صلاح النوبة. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم. كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 بطيخة بساعة امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم دي. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذة الحباية بخمسة جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومة سعرته. خلاص يا حبيبي. روح اشتري من الحكومة. صلي على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. خد فكرة واشتري بطيخة لبكرة. باتنين ونص. تعالى بص. باتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعالى بص. باتنين ونص. تعالى بص. باتنين ونص. تعال يا بوس اتنين ونص اديله 100 اتنين ونص 150 اتنين ونص اتنين ونص على غور. مية وخمسين. مية وخمسين اتنين ونص. وتعالى وبص. اتنين ونص. تعالى وبص. ماشي يا صاحبي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة 13 يلا يلا انت من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس
يا معلم بلاس. دول عيال مرزيه عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحه عدم المؤاخذه على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقع في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروض بقى. ايه اتكلم. عايزنا نبيع له عمولة العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت يا بيه رمي الجتت يا بيه؟ جتت يا ابني. الله عيني. في عرضك يا حكومه. في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوه على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص تعال بص. اتنين ونص تعال بص. اتنين ونص تعال بص. تعال بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعال بص.